أنا بالأصل مهندس معماري، اشتغلت كتير على الأثاث، كتير مهتم بالثقافة العربية. في عنا إشي نحكيه، في إشي نقدمه، وكتير اشتغلت مثلا بالأثاث، التراث تبعنا كيف نحوله لإشي مودرن، إشي ممكن ينباع أو يتسوق عنا وفي الخارج. إجت هاي الفكرة بالصدفة، يعني تبع الحطات والسكارتس، إنه أنا بالشتاء لازم ألبس، يعني بمرض إذا ما بلبس إشي على رقبتي. فبلشت أخيط في بعض شوية أقمشة مختلفة ومنهم الحطة يعني، وبلشت الناس تسأل يعني كيف ومين ولا آخره، فصرت أعمل أكثر وأكثر وأكثر، فهذا انتهى بويب سايت بيع وبلش يبيع أونلاين. صارت هاي الحطات تنباع، وبعد هيك في إيطاليا كان في عنا معرض وفي محل أخذ صار يبيع، يعني هذا كان يكلفني عشان أنا بشتري الحطة بسعر السوق، بشتري لفحة، بشتري قطعة قماش والخياطة وإلى آخره، كان يكلف شوي، فكنت أحط لحالي مربح معقول يعني لكل شغلي والأشياء هاي. فكانت تنباع بأظن 80 دولار كنت أبيعها، فكل الناس كانت تقول لي لا غالي محليا يعني، وليش تبيعها بهيك أسعار ما هي حطة ومخيطة وإلى آخره. فلما وصلت على إيطاليا وأنا خجلان يعني، طلبوا مني 20 قطعة، بيقولوا لي قديش بتبيع يعني، قلت لهم 80 يورو، فقالوا لي لا هاي 150-200 يورو لازم تنباع. وفعلا في المحل في فلورنس في إيطاليا بلشوا يبيعوا، باعوا 20 قطعة بخمس أيام، فهلأ كل شهر عم بيطلبوا مني 20-30 قطعة. وهلأ وقعت عقد مع موزع فرنسي اللي راح يوزع لكل أوروبا، فهو طلب مني كميات كبيرة، فاضطريت أنه أتوجه لمصنع. يعني في الأول كنت أشتري من المصنع قطع حطات وخيط عند خياط، هلأ المصنع نفسه هو عم بينتج لي، اللي هو آخر مصنع في فلسطين، أظن في الوطن العربي في 2 في سوريا أظن لسه بيعملوا، وفي فلسطين لحد علمي يعني. فهو في فلسطين آخر مصنع بيشتغل حطات وبيبيع كتير في العالم، بس هو بيشتغل حطات فلسطينية وحطات ملونة. هلأ مثلاً حينباع بنباع في فلورنس جنبه غوتشي ودولتشي غابانا، والتوزيع في أوروبا حيتم في محلات هاي أند يعني كتير عالية. هي كانت تنباع ب80 دولار، هلأ صارت 140 عشان الموزع في أوروبا حيبيعها ب140 يورو، فقال لي أنت ما بتقدر تبيع ب80 على السايت وأنا أبيع ب140 في المحلات، فلازم تبيع بنفس السعر. يتحول الإشي من بيع مباشر من الويب سايت، أكيد بعمل مارجن كتير أكبر، لا توزيع. هلأ السيستم تبع التوزيع أنا اكتشفته أنه بالآخر المصنع والمصمم هم اللي بيعملوا أقل إشي مصاري، الموزع بياخد 40%، والمحل اللي بيبيعه يا الموزع بيضرب السعر ب2.5. فإحنا الناس بنعمل مصاري بس بنعمل فلوس على الكمية، بعمل جزء في فلسطين وبعمل جزء في عمان يعني كخياطة، وبحطهم هون وبنبعتهم من عمان. يعني في سيستم انه خلال 3 ايام يكون المنتج موجود في اي بلد في العالم. كتصميم حلو هلا اوكي، بس انه يعني اللي عم يصير عندنا احنا بالبلد انه اللي بلبس البيضة والسودة بيكون اصول فلسطينية، يعني هذا اللي بيصير عندنا، واللي بلبس الحمراء والبيضة بيكون اصول اردنية. فأنا ما عنديش اهتمام إني ألبس لا الحمراء والبيضة ولا البيضة والسوداء، وهي ممكن إنها تكون منيحة يعني بشكل عام. بس ليش 100%؟ والله تقيلة منيحة. هلا بشتري هذا الإشي لو معي إنه مصاري إيش كتير كتير، يعني لو معي مصاري كتير بشتري صراحة، يعني أنا بقدرش أحكي لا قدام إشي لفلسطين. عادي ما في مشكلة، أدفع الكوفية 100 دينار، منظرة حلو رائع. not affordable. لا 100 دينار ما أتوقع، يعني ممكن تكون يعني باللست على اللست إنه ممكن يوم من الأيام أدفع 180 دينار، بس إنه أول إشي مش أولوية بالنسبة لي يعني. أوكي، هي الحطة هي مقاومة، هي الشعب الفلسطيني وهاجموني أنا يعني على الويب سايت، إجتني عملت كمان فيسبوك بيج، في ناس بيقولوا لي كيف أنت ممكن تحط ورد جنب هذا الرمز تبع الثورة الفلسطينية، بس أنا أظن إنه ممكن نحارب كمان بالورد وبالألوان الزهر والموسيقى وكتير أشياء ممكن إحنا نثبت فيها إنه إحنا بني آدمين في الآخر زي التانيين يعني.